قبل ما نتكلم كورة وقبل ما نتكلم على ماتش النهاردة والقرعة بتاعة الشامبيونز ليج، عندنا مواجهات نارية. خليني أقول لحضراتكم إن بكرة إن شاء الله هيكون في حدث مهم جدا، حدث هتابعه أو هيتابعه الملايين على مستوى العالم، حفلة ذا بيست اللي هيتم فيها اختيار أفضل لاعب. وإحنا عارفين طبعا في عندنا الخيارين أو الخيارات الكلاسيكية، عندنا ميسي ورونالدو، دول الحاضرين على طول، حط معاهم أي حد، يعني حط الاثنين دول حط معاهم أي حد. بس السنة دي مش أي حد الحقيقة، السنة دي محطوط معاهم مهاجم من طراز رفيع، وعلى مستوى الأرقام وعلى مستوى الألقاب قدر يعمل موسم استثنائي. بتكلم على روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم البايرن، الحقيقة مقدم موسم استثنائي. وكل الحقيقة المتخصصين والمحللين والنقاد قالوا أنه الأحق والأقدر بالفوز بجائزة أفضل لاعب السنة دي هو ليفاندوفسكي. خلينا نعرف أكتر عن المسابقة وعن الكرة الأوروبية بشكل عام. هيكون معنا الزميل خالد عامر الصحفي بجريدة إيس الأسبانية. خالد مساء الخير وأهلا بيك معنا على شاشة الأهلي. يا أستاذ أحمد مساء الفل، ببقى مبسوط دايما وأنا طالع مع حضرتك. سعيد، شرف ليا. وخلينا أبتدي معاك من مسابقة بكرة أو الإعلان عن أفضل لاعب في مسابقة ذا بيست واللاعبين المرشحين ليها، ومن وجهة نظرك مين اللاعب صاحب الفرص الأكبر لتحقيق اللقب السنة دي؟ خليني أبدأ، يعني خليني في عجالة سريعة جدا، مش هطول على السادة المشاهدين والمستمعين كثيرا في النقطة اللي هتكلم عليها دي. خليني أبدأ الأول في التسلسل الزمني بتاع جائزة ذا بيست اللي ظهرت أول مرة سنة 1991 واستمرت تحت مسمى أفضل لاعب في العالم من سنة 1991 لحد سنة 2010 عندما اندمجت مع جائزة الكرة الذهبية اللي بتقدمها فرانس فوتبول أو البالون دور المعروف عنها باسم البالون دور، يعني الكرة الذهبية. من 2010 الكرة الذهبية، من 2010 لحد 2015 كانوا الجائزتين منضمتين في لقب واحد يعني اللي هو الكرة الذهبية. بداية من 2016 حتى الآن انفصلت الجائزتين مرة تانية، أو انفصلتا الجائزتين مرة أخرى عشان دي تبقى جائزة فيفا ذا بيست ودي جائزة الكرة الذهبية. سنة 1991 ألمانيا، اللقب الوحيد اللي حققته ألمانيا في جائزة ذا بيست كانت لوثر ماثيوس سنة 1991، واللي بالمناسبة لوثر ماثيوس طلع في تصريح لموقع الاتحاد الأوروبي اليويفا وقال تصريح جميل جدا. هو طبعا كان بيتمنى انه روبرت ليفاندوفسكي يكسب الجائزة، بيقول ان هو الأقدر او الأكثر استحقاقا للحصول على الجائزة، بس في نفس الوقت كان في مرشح اخر المفروض يبقى من ضمن الثلاثه الكبار وهو محمد صلاح. لوثر ماثيوس بيقول انه من المفترض انه كانت الثلاثه المرشحين النهائيين اللي موجودين كانوا يبقوا منهم اثنين، هم ليفاندوفسكي ومحمد صلاح، للي قدموه طوال السنه اللي فاتت من اداء كبير وارقام كبيره جدا. هذكر منها دلوقتي ارقام روبرت ليفاندوفسكي واحنا بنقول مين الأحق بالجائزة. التتويج الوحيد لألمانيا كان زي ما قلنا سنة 1991، بولندا لم تتوج من قبل بجائزة. ده هيكون التتويج يعني في حالة إذا ما فاز ليفاندوفسكي دي هتكون الجائزة الأولى، جائزة أفضل لاعب اللي تحصل عليها بولندا. بولندا هتبقى المرة الثانية اللي حد من الدوري الألماني ياخد فيها الجائزة، ولكن الناس تصبح المرة الأولى اللي لاعب بولندي ياخد فيها الجائزة. ارجع مع حضرتك للنقطه اللي حضرتك ذكرتها مين الاحق، خليني اقول ارقام سريعه للثلاثه وبعدين نقول مين الاحق. خلينا نقول ان ميسي هو هداف الدوري الاسباني ب 25 هدف، واكثر لاعب عامل اسيستات في الدوري الاسباني الموسم الماضي ب 21 اسيست، ولكن ميسي حاليا بيحتل المركز التاسع في سباق الهدافين بخمس اهداف فقط. رونالدو الغريم التاريخي بالنسبه لميسي اللي بيلعب حاليا في يوفنتوس هو ثاني هدافين الدوري الايطالي الموسم اللي فات ب 31 هدف بعد الايطالي تشيرو ايموبيلي ب 36 هدف، هو دخل 31 هدف ثاني الهدافين. بس رونالدو الموسم اللي فات كان حقق انجاز كبير جدا ان هو اصبح اول لاعب في التاريخ يحرز 50 هدف في الدوريات الثلاثة الكبرى إيطاليا إسبانيا إنجلترا، أول لاعب يوصل ل 50 هدف في الثلاث دوريات.
حاليا، وهو حصل على لقب الدوري الايطالي مع يوفنتوس. حاليا رونالدو بيحتل برضو وصافه الهدافين في الدوري الايطالي بعد ابراهيموفيتش، بس الاثنين مدخلين 10 اهداف، بس رونالدو لاعب عدد ماتشات اكتر، عشان كده هو في الوصافه ب 10 اهداف. ليفاندوفسكي بقى، يلا نحكي الثلاثيه، دوري ابطال اوروبا، كاس المانيا، دوري الماني، 34 هدف، هو هداف الدوري الالماني ب 34 هدف، هداف دوري ابطال اوروبا ب 15 هدف. حاليا هو متصدر صداره هدافين الدوري الالماني، على الرغم من ان بايرن مش متصدر للبطوله، ولكنه متصدر لقائمه الهدافين ب 13 هدف. طيب خالد، الارقام اللي انت استعرضتها دلوقتي بتقول انه ليفاندوفسكي هو المرشح الاول. اعتقد ده، اعتقد طيب ده بشده، يعني انا شايف انه خليني اقول انه اتفضل. الثنائي او المنافسه المستمره بين ميسي وبين رونالدو، وده الحقيقه مش وجهه نظري، ده وجهه نظر كتير من المتابعين، ظلمت كتير في اوقات كتيره جدا لعيبه كانوا يستحقوا ان هم يحصلوا على الجائزه دي. انا مش هقارن ارقام، بس انا هقول لك سريعا انه في لعيبه بحجم مثلا فرانك ريبيري، بحجم اندرياس انيستا، بحجم روبن، كانوا في سنوات متالقين جدا وعملوا انجازات كبيره جدا، ورغم كده ما فازوش باللقب. هل تتوقع انه السيناريو ده يتكرر؟ وهحط بالسؤال ده ملحق جنبه انه عن دور الشركات الراعيه او السبونسرز الكبار اللي بيرعوا كرة القدم والأندية في تحديد، أو في مش عايز أقول تلاعب، بس يعني هل في تدخل من وجهة نظرك في تحديد الفائز باللقب ولا لا؟ هو بالتأكيد في تحديد، وشفنا مرارا وتكرارا عدد لا نهائي من المرات اللي كان في واحد لامع جدا يستحق الحصول على اللقب، وكنا ساعتها برضو سذج الى حد كبير جدا، ان احنا مش فاهمين يا جماعه ازاي ما خدش الموضوع. وبعدين فهمنا بقى لعبه الشركات الراعيه ولعبه الفلوس ولعبه البيزنس اللي بتتلعب في تحديد الالقاب بشكل كبير. بس خليني اقول على حاجه، انه اللعبه دي اتكسرت سنه 2018 لما لوكا مودريتش قدر ياخد اللقب من ميسي ومن رونالدو. كان السيستم الطبيعي انه اي حد بيكمل عدد، اي حد بيكمل الثلاثه الكبار يعني مع ميسي ورونالدو، في الاخر حد منهم هو اللي بياخدها. لوكا مودريتش قدر يكسر القاعده دي سنه 2018 عشان تتكسر معاها الاسطمبه المحفوظه بتاعت اصله الشركات الراعيه والبيزنس والكلام ده. حاليا مصلحه الشركات الراعيه مع ليفاندوفسكي مش مع ميسي ومش مع رونالدو. الى حد كبير ليفاندوفسكي هو اللي تحت الاضواء دلوقتي، واخد ثلاثيه، هيلعب كاس عالم الانديه، واخد دوري ابطال اوروبا، هو المرشح الاقوى. انا بتكلم على البايرن دلوقتي، هو المرشح الاقوى لدوري ابطال اوروبا الجديده، ممكن ياخدها مرتين على التوالي. امامه خصم سهل جدا في دور ال 16، هيلاعب لاتسيو الايطالي، وهيتاهل بعد كده عشان نشوف هيلاعب مين. هو المرشح الاقوى للحصول على دوري ابطال اوروبا، ولسه هيلعب كاس العالم انديه، وقدامه فرصه يحقق السداسيه التاريخيه في الموسم الحالي. فاعتقد انه لا، يعني الاهتمام دلوقتي منصب بشكل طيب اكبر انا هعتبر دي روبرت ليفاندوفسكي. هعتبر دي نتيجه من الكنترول، وانه ليفاندوفسكي هو اللي هيفوز بجائزه افضل لاعب، وهنتابع بكره كلها 24 ساعه. خليني اروح معاك للتشامبيونز ليج، والحقيقه مواجهات، في منها مواجهات اعتقد انها ناريه، بس قبل ما ادخل في تفاصيل المواجهات او في كل مواجهه واخد رايك فيها، انا عايز اعرف انت مستني انهي ماتش فيهم؟ يعني ايه الماتش اللي انت بتقول ده ماتش السيزون بالنسبه لي؟ والله هو يعني العالم كله هيستنى باريس برشلونه، مواجهه ميسي نيمار، مواجهه ثاريه من جانب باريس سان جيرمان بعد الريمونتادا التاريخيه اللي برشلونه عملها معاهم بالفوز بستة اهداف مقابل هدف على الكامب نو من سنتين او من 3 سنين. العالم، او مباراه من الناحيه الاخرى هي مباراه حياه او موت بالنسبه لبرشلونه وبالنسبه لرونالد كومن، عشان النتائج المخيبه للامال المتتاليه اللي بيحققها. فهي مباراه هتبقى مليئه بالشكوك ومليئه بالضغوطات على اللاعبين وعلى الاجهزه الفنيه، فاعتقد ان احنا هنشوف ماتش قوي جدا. انا بالنسبه لي في ماتش كوره، في ماتش كوره حقيقي هيتلعب ما بين ليفربول وما بين لايبزيج. ده هيبقى ماتش كوره، ده اللي عايز يتفرج على كوره ممكن يتفرج على الماتش ده وهينبسط خالص. طيب انا هقول لك الماتشات الجدول اللي اعلنت عنها القرعه، وانت تديني عنوان لكل مباراه، ولو تحب يعني تستفيد في مباراه معينه هنتكلم. هبتدي بالاول عندنا
لايبزيج وليفربول انت يمكن اتكلمت عليه، بارسا وبي اس جي برضو عديناه، نروح لسيبيا او اشبيليه ودورتموند، بروسيا دورتموند برضه هيبقى ماتش كوره النسب الاكبر في مصلحه دورتموند، بس برضه هيبقى ماتش كوره لان اشبيليه فريق متعود على الكوره الاوروبيه. بطل اليوفا ليج طبعا وفريق بيقدم كره اوروبيه محترمه، بورتو بالظبط. يوفنتوس. لا ما الله يرحمهم يوفي طبعا، يعني خلاص يعني بورتو في عداد الموتى. طيب اتلتيكو مدريد وتشيلسي. ده الماتش الطحن اللي كنت بقول عليه، ده مباراه تكسير عظام، دي هتبقى مباراه قويه جدا. الكفه مين تميل اكتر لانهي فيهم؟ اعتقد لاتلتيكو، اعتقد بنسبه اكبر شويه لاتلتيكو، بس بنسبه طفيفه يعني، مش الفرق مش بعيد. لاتسيو بايرن. لا تعليق، دي بايرن يعني ميونخ. صعبانين بس عليا، لاتسيو صعبانين الحقيقه عليا فرقه والله. محترمه جدا برضو يا خالد. فرقه محترمه بس بتعاني السنه دي وفي اخر الموسم الماضي بعد كورونا بيعانوا بشده، وانزاجي مش قادر يلاقي حلول للموضوع ده، وفي مشاكل كتير قوي، في ايموبيلي متضايق، في ميلينكوفيتش عايز يمشي، في لويس البرتو عايز يمشي، عنده عدد كبير جدا من المشاكل اللي مش قادر يلاقي لها حل. هو فريق محترم جدا، وانزاجي مدرب مخضرم ومحترم الى اقصى درجه، وكل ايطاليا بتشهد له بان هو واحد من افضل المدربين اللي موجودين، بس هم بيعانوا من فتره مش تذبذب حتى، لا هو فتره ركود خالص، مستواهم سيء جدا. في كلمتين اتلانتا وريال مدريد. اتنين ريال. مباراة ريال، بس اتلانتا قادر ان هو يعمل مفاجأة، احنا شايفين مفاجآت اتلانتا، مان سيتي على الرغم ومونشن برضه ان هو جلادباخ. عنده مشاكل. مان سيتي ومونشن جلادباخ. لا مانشستر سيتي طبعا، مانشستر سيتي. مانشستر سيتي طبعا. بشكرك شكرا جزيلا وببقى سعيد دايما بالتواصل معاك خالد عامر الصحفي بجريدة ايس الاسبانية، ولسه السيزون طويل وممتد ولسه المواجهات القوية جدا اعتقد هتيجي في الادوار بعد كده، بس هي جرعة كرة اعتقد هتكون ممتعة جدا. متواصلين مع حضراتكم في السادسة وهنروح لفاصل سريع ونرجع لكم مع كابتن عبد الحميد شبانة مع زميلتي سارة محسن.